الحكايه اللي بتقوليها دي صعبه. هي ايه اللي صعب؟ يعني انا مثلا لو قلت لك عايزه اروح المريخ تقول لي صعبه، لكن دي حاجه بسيطه. بعدين ليه ما انت في حاجه صعبه عليك؟ تعرفي الحكايه هيبقى شكلها لطيف، انا موافق، بس ده مش معناه انك هتقعدي هناك. ما اقدرش اسيبك ابدا يا نور، الا بقى لو انت مسكتني. يلا بقى نطلع على يلا يا حياتي. جوه وبره فرشتلك وانت مايل وايه يعدلك. هو انت يا ست انت مفيش شغلانه تانية غيري انا؟ ما تشوفي لك اي شغلانه تانية. من بكره هاخد مضرب التنس واروح النادي عشان اتهولي شويه. بالمره كمان اعمل لك اشتراك في الجيم عشان تنزلي الدهون اللي انت فيها دي. جيم؟ جيم ده للمفشولين، انما غصن البان اللي قدامك ده يروح يعمل ايه؟ بس العينين اللي تقدر. تمام، هخش انام عشان اقدر. الباب بيخبط. حاضر حاضر. لما انا عندي. طب روحي انت سباقيني وانا هامن على الراجل واجي وراك على طول. ماشي. يلا. يا هيما، والله البيت كان وحشني مع اني ما كنتش طايقاه في الاول. طب وانا اروح فين ان شاء الله؟ ايه؟ اتصرف يا طارق، انت دلوقتي عندك فلوس كتير وده بيتي وعقده باسمي. تمام تمام يا ابراهيم بيه، الصبح ان شاء الله هتكون فاضي. لا هيما بليز، انا قلت دلوقتي يعني دلوقتي. ما اقدرش اقول لها لا، اعمل ايه؟ مش فيها روح. وانا مش همشي غير الصبح. لا ما فيهاش صبح، مش مشكلتي. عينيا امرها سهل. انت اللي جبته لنفسك. ايوه يا شعبان، عايزك في شغلانه صغيره في شيء الطارق. ما اعتقدش الحكايه تستاهل راجلين. كفايه انت. سلام. شعبولة حبيبك جاي لك. جوه في الاوضه، بس مش عايزه لابش. فين فين فين؟ ايه يا اختي؟ ده اللبش انت اللي اخترعتيه. المعلم شعبان لو عرف هيسود عيشتك يا مالي، خصوصا الشغلانه معموله محب. ما تخافيش، هما كلمتين هحط عليها في راسي. اهدي بقى. طب يلا انجزي. ازيك يا مزتي؟